النهارده محضر لك مشروع عباره عن ماكينه صغيره من بيتك، ممكن ان انت تشتريها. الماكينه دي هقول لك بتشتري الماكينه منين وتشتري الخامات منين ودراسه جدوى جايبها لك تثبت لك ان الماكينه الصغيره جدا دي على ترابيزه كده من بيتك ممكن تدخل لك 1900 جنيه اسبوعيا. اسبوعيا انت ممكن تجيبهم في 3 ايام او في 4 ايام، بس انا عامل لك الحد الاقصى بتاعه اسبوعيا 1900 جنيه، وجايبها لك النهارده باسعار كل الخامات واماكن كمان بيع الماكينه وبيع الخامات الخام. والماكينه بتعمل على تصنيع المنتج من الالف للياء، ما عليك ان انت بتقعد قدام الماكينه تباشر بس خط الانتاج بتاعها. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج بيزنس مصر. زي ما حضراتكم شايفين كده الماكينه وهي شغاله، ماكينه تصنيع اعواد البخور، اللي هي اعواد البخور اللي بتتباع بجنيه و50 قرش او ب2 جنيه. النهارده انا هعرفك ان الماكينه دي ممكن تدخل لك اقل صافي ربح اسبوعيا 1900 جنيه. وعلى فكره زي ما حضراتكم شايفين كده الماكينه بتشتغل من تلقاء نفسها، لمجرد بس ان انت بتجيب الماكينه من المكان اللي هتلاقيني سايب لك عنوانه في صندوق الوصف، وهتجيب برضو الخامات بتاعتها. وبجد مشروع زي دوت لو شاهدت بس 4 دقايق من الفيديو ده هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا، عشان المشروع اللي انا جايبه لك النهارده حرفيا من غير اي خبره، لمجرد ان اي حد عايزه ان هو يصنع المنتج ده بيجيب الماكينه دي ويجيب الخامات يحطها في الادوس بتاع الماكينه، والاعواد بتتحط طبعا من تحت زي ما حضراتكم شايفين، وتبدا ان انت تنتج منتج مرغوب وبيتباع بنسبه 80% في المحلات. طيب بالنسبه لمواصفات الماكينه، الماكينه زي ما حضراتكم شايفين كده فيها موتور صغير وبتشتغل بكهرباء المنزل العادية. الماكينة دي قادرة على ان هي تنتج لك 1000 عود بخور عواد الكبيرة ده كل ساعة. ده غير طبعا ان الماكينة صغيرة جدا على ترابيزة صغيرة من غرفة في منزلك ممكن ان انت تمارس المشروع. طيب بالنسبة للمنتج بتاعنا، المنتج بتاعنا النهاردة مرغوب جدا وبيتطلب، يعني بيتباع في عند العطارين، عند محلات المكتبات، محلات الجملة، محلات الاكسسوارات، محلات الخردوات، محلات الملابس، جميع محلات السبح والبخور اللي منشورة في مصر وفي جميع الوطن العربي بيبيعهم الاعواد بتاعت البخور، عند العطارين، عند البقالين. البخور النهاردة بيتباع عند اي حد، ده غير ان معظم 90% من الناس بتستخدم البخور كنوع من انواع المعطر للمكان، ويعتبر ارخص معطر في العالم هو البخور. يعني انت النهاردة لو جبت اي معطر من انواع المشهورة على النت او المشهورة في الهايبرات بتلاقي اقل معطر ثمنه مثلا 30 جنيه او 50 جنيه، بالعكس انت ممكن تجيب بخوره ب2 جنيه، البخوره دي تعمل لك ريحه في المكان جميله جدا، الريحه دي ممكن تستنى يوم او يومين او ممكن كمان تستنى 3 ايام، لمجرد بس ان انت جبت عود بخور وولعته وخليته في المكان، يعني يعتبر ارخص نوع معطر ويعتبر من ارقى الانواع اللي بتستخدمها جميع الاماكن الفارهه، زائد ان انت هتحتاج علب كرتون، والعلب الكرتون برضو هتلاقيها بتتباع في نفس الاماكن اللي هتجيب منها خامات البخور. هتجيب منهم العلب الكرتون الصغيره اللي هي الفرط اللي هتعبي فيها الاعواد، والعلب الكبيره اللي هتعبي فيها العلب الصغيره. اما بالنسبه للتكلفه والارباح ودراسه الجدوى اللي انا محضرها لك النهارده، انت النهارده سعر الماكينه 12000 جنيه، ده لو انت عايز تجيبها وتنفذ المشروع ده من بيتك. هتجيب الماكينه وتحطها طبعا زي ما سبق وقلت لك الاعواد بالكرتون بالجمله، يعني انت مش هتبيع البخور بالعود، لا انت هتبيع بالكرتونه، الكرتونه كبيرة كده فيها حوالي 150 كرتونه صغيره. الطاقه الانتاجيه بتاعت الماكينه بتاعتنا النهارده 8000 عود في اليوم. انت النهارده انا قلت لك 1000 عود في الساعه، لمجرد ان انت مثلا اشتغلت على الماكينه 8 ساعات الماكينه ممكن تقعد معاك 24 ساعه شغاله، ما تقولش لا. هو نفرض ان انت هتشتغل بيها 8 ساعات بس في اليوم هتنتج لك 8000 عود. 8000 عود هتعبيهم تعبئه علب صغيره 15 عود، العلب اللي هي الرفيعه دي اللي بيتحط فيها 15 عود بخور صغير، هتعبي علب كبيره 10 علب صغيره، يعني العلب الكبيره هتعبي كل علبه كبيره 10 علب صغيره، كل علبه فيها 15 عود، هتعبي الكميه اللي هي 8000 عود في 53 كرتونه، كل كرتونه فيها 150 عود، بما يعادل 10 علب، كل علبه فيها 15 عود. التكلفه بتاعت الخامات كلها اللي هي خامات البخور هتكلفك 900 جنيه، زائد كرتون 250
150 جنيه زائد 150 جنيه نقل وتوزيع. دي الاسعار متفنطة بالظبط من لسان الناس اللي منفذة المشروع. هكررها لك تاني، 900 جنيه تمن الخامات اللي هي الخامات الكيماوية والروايح والاعواد الخشبية، والكرتون كله اللي هيتعبي فيه ب 250 جنيه، و 150 جنيه نقل وتوزيع. انا كده سايب لك كمان براحك بالزيادة عشان تبدأ ان انت ما تلاقيش حاجة مثلا في الاسعار اللي انا سايبها لك مزنقة في حاجة. اجمالي تكلفة 8000 عود هيكلفوك 1300 جنيه، دي التكلفة بتاعتهم عليك انت. انت كده دافع 1300 جنيه في 8000 عود بخور متعبين في 53 علبة كبيرة. طيب بالنسبة لاسعار البيع، سعر توزيع الكرتونة ب 60 جنيه، 53 كرتونة، ده طبعا في ناس بتبيع الكرتونة ب 65 وب 70 جنيه، لا احنا هنبيع بارخص سعر عشان نبدأ نشهر نفسنا في السوق. 53 كرتونة متعبي فيهم 8000 عود، هتبيع الكرتونة ب 60 جنيه هيجيبوا لك 3200 جنيه لمجرد ان انت اشتغلت 8 ساعات انتجت 8000 عود. ال 8000 عود دول عبيتهم في 53 علبة بالطريقة اللي انا قلت لك عليها، كل علبة فيها 15 عود كده، وكل علبة كبيرة فيها 10 علب صغيرة، هيجيبوا لك 3200 جنيه. هتخصم 1300 جنيه اللي هي الخامات والنقل والتوزيع والكرتونة، هيصفوا لك 1900 جنيه شغل يوم واحد. لا انا مش هفرض كمان ان انت هتعمل الانتاج ده في يوم، انا هفرض ان انت هتشتغل ساعتين في اليوم بس هتنتج 2000 عود، وهتبدأ ان انت تنزل توزعهم على الاسواق. يعني طبعا 2000 عود هيبقى الربح بتاعهم اقل والتكلفة بتاعهم اقل. انت ممكن تنتج 8000 عود وتبدأ ان انت تاخد من الانتاجية بتاعتك وتنزل توزع على الاماكن اللي بتبيع اعواد البخور. بس تكلفة 8000 عود بخور من الاعواد الكبيرة اللي احنا بنشوفها معروضة في الاسواق، تكلفتهم 1300 جنيه بجميع المشتملات بتاعتهم. طيب بالنسبة للارباح، انا بكرر لك عشان تبدأ تبقى عارف المشروع بتاعك هيكسبك كام وازاي. 1900 جنيه من ال 3200 جنيه اللي انت هتبيع بيهم ال 53 كرتونة في 60 جنيه. طبعا مشروع جميل جدا لما يعود عليك في توزيع 53 كرتونة يعود عليك 1900 جنيه، ده يعتبر مكسب مش شوية ومكسب جميل جدا. مشروع بجد انا بنصحك ان انت تفكر فيه وتطلع على كل اللي انا قلت عليه، وتسأل في الاماكن اللي انا سايب لك عناوينها في صندوق الوصف، هتلاقي المشروع متنفذ عند اكتر من حد. وعلى فكرة مش ناس كتيرة اللي منفذة المشروع ده، ناس قليلين. يعني لو انت بادرت بتنفيذ مشروع زي ده هتبقى من اول الكسبانين اللي ننفذه. مشروع جميل ومر لأي حد عايز ان هو ينفذه وبالاخص من البيت. اما لو انت عايز ان انت تشتغل في التوزيع بالجملة وتبدأ ان انت توزع على المحافظات، هتبدأ ان انت تشغل الماكينة بتاعتك بطاقة اعلى وتشغل عليها حد وتاخد الانتاج دوت تعرضه على الشركات اللي بتستورد البخور من بره، وتعرض عليهم المنتج بتاعك بتكلفة اقل من تكلفة الاستيراد. انت كده ممكن توفر المنتج اللي احنا بنستورده من الهند ومن الصين ومن الحتت دي وتوفره عندك كمنتج محلي، من الخلطة بتاعته كويسة والعطر بتاعه الفواح بتاعه عالي، تبدأ ان انت تعرض عليهم المنتج بتاعك. ممكن الانتاجية بتاعتك ما تقعدش مثلا عندك 3 ايام او 4 ايام او اسبوع، تبدأ ان انت كل شوية هتعمل 8000 عود في 1600 عود في 3200 عود، وتبدأ ان انت تعبي تشغل ناس معاك، تبقى برضو فت الناس التانيين وتطلع لهم ايجار يومي او مرتب شهري، وتبدأ ان انت تلم نفسك وتعمل انتاجية اعلى. وكل ما بتعلي من الاعداد والانتاجية كل ما نسبة الربح بتاعتك بتعلى. بس انت كده مش هتنزل توزع، انت هتشغل ناس توزع المنتج بتاعك. مشروع جميل جدا وبجد من اكتر المشروعات اللي انا ببقى سعيد جدا وانا بقدمها لكم. وبكده يبقى انتهى مشروعنا وانتهت حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش السبسكرايب ولايك كده كنوع من انواع الدعم للفيديو. استودعكم في رعاية الله، مع السلامة.